بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I would like to welcome you all in this meeting, meeting number 9 for English 140. أرحب بكم في بداية اللقاء التاسع من لقاءات مادة الإنجليزية نجل 140. As usual, we start with checking the sound. Is the sound clear? هل الصوت واضح؟ Is the sound clear? Okay. Great. Now, before we start, قبل أن نبدأ, I would like to make an important announcement. Okay. يعني راح أعطيكم تنبيه مهم جدا. طبعا اليوم we will finish the last unit today. راح ننتهي من المقرر بإذن الله اليوم. Just few minutes ago, قبل بضع دقائق, نزلت لكم في المنتدى بنك الأسئلة. بنك الأسئلة هو ثلاث نماذج من اختبارات سابقة 2015 و16 و17 مجموعة أسئلتها 100 سؤال. والأسئلة هذه أهميتها أن راح يأتي منها الجزء الأكبر من الاختبار النهائي, وتحديدا الاختبار النهائي في 40 سؤال راح يأتي 30 سؤال من الأسئلة هذه نصا وحرفا. العشر أسئلة المتبقية لن تبتعد كثيرا عن مضمون محتوى الأسئلة اللي نزلتها لكم في المنتدى. طبعا هي 15 و16 و17. نموذج 17 هو اللي وزعت لكم في نهاية كل وحدة في المذكرة. الأسئلة هذه أخذتها وفي نهاية كل وحدة جبت الأسئلة المرتبطة بالوحدة هذه وضعتها كجزء من المذكرة. لذلك غدا بإذن الله راح نحل نموذج 15 و16. أما 17 فأوردي حنا أصلا حليناه في أثناء اللقاءات الحية. أوكي؟ وضعت لكم الطريقة المثلى في المذاكرة. الأسئلة هذه المئة في بعضها أسئلة مكررة من بعض. يعني أسئلة تكررت بأكثر من طريقة تسأل عن المعلومة نفسها. وضعت لك في المنتدى واقترحت لك طريقة مذاكرة, يعني أزعم بإذن الله أنها هي الطريقة الأفضل لكم حتى تجمع ما بين الاستفادة من المادة وكذلك يعني تكون فرصة تجاوزك الاختبار النهائي أكبر بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق. Okay, now let's go back to our last unit. خلونا نبدأ الآن في آخر جزئية في المقرر. اوكي نشوف الآن next part conversation. طيب خلونا ناخذ نسيت جزئية خلنا نضيفها فقط. yeah okay now according to the board زي ما تلاحظ أمامكم على السبورة we start with conversation page 111. راح نبدأ ب المحادثة اللي في صفحة 111 conversation 4.1. okay as usual we are going to read, راح نقرأ مع بعض, and then we focus on the important words. الكلمات أخذناها يوم أمس وراجعناها. now let's read together. Okay, now when we finish reading, بعد أن ننتهي من القراءة, we are going to answer exercise on page 22. راح نقرأ المحادثة هذه ونجيب على التمرين بعدها اللي هو في صفحة 22 في منتصف الصفحة. التمرين هذا يتعلق بالمحادثة هذه, لذلك ركز في المعلومات المقدمة لك وراح يتمر علينا فيها أحداث راح نرتبها ترتيبا زمنيا من خلال التمرين اللي بنحله مع بعض. Okay, now let's read. خلونا نقرأ الآن. I am a live music promoter. وأنا متعهد لحفلات موسيقية مباشرة اللي يقدمون حفلات أمام الناس. I work for a small company.
أعمل لحساب شركة صغيرة in Sydney. أوكي في سيدني في أستراليا. طيب كيف عملها بالضبط؟ يقول we find new bands. ونروح حتى نجد فرق جديدة. Bands لو فرق موسيقية جديدة توها ناشئة. And promote them. نتعهدهم. كيف؟ How is that؟ كيف يتم هذا؟ We sell tickets. نبيع التذاكر. Print posters. نطبع الملصقات، الملصقات الدعائية للفرق هذه وحفلاتها. Book the venues. Book هي ليس معناها كتاب، وإنما بمعنى يحجز. وفي موقع شهير جدا ومعروف اللي هو booking.com. Booking مقصود بحجز. We book the venues. يعني نحجز أماكن إقامة الحفلات. Venue اللي هو عادة تزيل المسارح والقاعات. Things like that. أشياء مثل هذه. My typical working day is pretty long. يقول يعني يوم العمل المعتاد بالنسبة لي is pretty long. Long طويل. Pretty ليس معناها جميل وإنما معناه very. يعني very long وطويل جدا. First of all, الآن بدأ يرتب الأعمال. First of all, I arrive at the office early. يقول أوصل المكتب مبكرا. Around 8 or 8:30. يعني قريبا من 8 أو 8:30. Then I check my emails. What does he do first? He checks his emails. يشيك على الإيميلات الرسائل الإلكترونية. I usually have. أنا عادة لاحظ بتمر علينا بعض الكلمات المتعلقة بالتكرار. يعني كم يتكرر الشيء هذا في حياتك؟ هل هو دائما؟ هل هو نادرا؟ هل هو أحيانا؟ إلى آخره. أوكي؟ نقول I usually. usually بمعنى عادة. usually. I usually have a lot of messages from bands. من فرق موسيقية and booking agencies. ووكالات حجوزات. Next. بعد ما يوصل مبكر. ويشيك على الإيميلات. Next, I talk to the management team. يقول أتحدث مع فريق الإدارة management team to check the program of events للتأكد من البرنامج حقه. After that, بعد ذلك I usually have meetings. عادة يكون عندي اجتماعات. طبعا راح أشرح لكم بعد شوي الفروق بين usually, always, sometimes. I spend the afternoon ولك أمضي فترة ما بعد الظهيرة meeting clients في مقابلة العملاء clients اللي هم أجل الفرق الموسيقية. Sometimes 2 or 3 meetings a day. أحيانا يعني اجتماعين أو ثلاثة في اليوم. Finally أخيرا in the evenings في فترة المساء I watch the bands perform. يقول أروح وأشوف الفرق وهي تؤدي perform من ضمن الكلمات اللي أخذناها أمس. Or I go looking for new acts. أو أروح أبحث في يعني أعمال جديدة. I really like my job. أنا بالفعل أحب عملي. It's very interesting. ومثير جدا. And I meet lots of different people. Lots يعني a lot. نفس المعنى. وأقابل كثيرا من الناس من مختلف الأشخاص. Okay, so that's the first conversation. Now let's go to page 22. خلونا نروح الآن صفحة 22 ونحل التمرين اللي أمامكم في منتصف الصفحة number 1. هنا يقولك James Marshall is a live music promoter. He is talking about his job. Listen and number the activities in the correct order. الآن نريد أن نرتب الأعمال بالشكل الصحيح. ما الذي يحدث أولا؟ ما الذي يحدث ثانيا؟ ما الذي يحدث ثالثا ورابعا وخامسا؟ أوكي؟ طيب I will let you answer. بترك لكم مجال للإجابة. بترك لكم مجال للإجابة. Now what happens first؟ أي الأعمال يحدث أولا؟ أمامك 5 مربعات. Just
give me the number, which event, ما الذي يحدث؟ رقم واحد هي فعل رقم واحد؟ No. رقم واحد, what happens first? Is it number four? هل هي رقم أربعة؟ Arrive at the office. Yes, very good. It's number four. No, no. Not check my email. أو قبل ما يشيك على الإيميل هو يصل للمكتب. إذن أول شيء number four. أول شيء number four. أول حاجة تحدث هي رقم أربعة. إذن في المربع الرابع اكتب number one. في المربع الرابع اكتب فيها number one. إذن number one he arrives at the office. طيب after that what happens? ما الذي يحدث بعدها؟ Where number two? Number two, okay, it's the first one. هي أول واحدة. Check my emails. Very good. إذن he arrives at the office. Number one. Number two, he checks his emails. Very good. Now, what happens after that? ما الذي يحدث بعد ذلك؟ Number five, اللي هي آخر شيء. اللي هي talk to the event management team. Yes, correct. إذن آخر شيء هي رقم ثلاثة. يتحدث مع فريق الإدارة في معه في العمل. That's correct. Then, what is next? وش يحدث بعد يتحدث معهم؟ اللي بعدها هي الفقرة الثانية اللي هي have meetings. نعم. وكان يقول two or three meetings a day. نعم. إذن number four هي الفقرة الثانية. هي الفقرة الثانية. And what is number five? وش number five؟ هي آخر شيء طبعا هي number three. Number three. Okay. يعني لو برتبها لكم, لو برتبها لكم حسب حسب الجمل اللي عندكم, أكتبها لكم حسب ترتيب الفقرات. يعني أول جملة هي ترتيبها number two, بعدين هذه four, then five, one, three. اوكي شوفوا امامكم الان على السبوره هنا 2 4 5 1 3, يعني الفقره الاولى ترتيبها 2 والفقره الثانيه مربع الثاني هو رقم ترتيبها الرابع والفقره الثالثه ترتيبها الخامس والفقره الرابعه ترتيبها الاول وهكذا. هذا هو نفس الحل اللي قدمتموه قبل قليل. اوكي now I would like you to pay attention to this grammar topic. ابغاكم تنتبهون الان لموضوع القواعد اللي أمامكم. Frequency words. شو معنى frequency words؟ اللي هو الكلمات التكرار. لما نقول كلمة frequent يعني متكرر. How frequent it is. كم يتكرر من مرة. Okay. Now عندنا كالآتي. شوف الآن العبارات اللي أمامكم. تبدأ من كلمة always ونزولا إلى كلمة never. If you say لو قلت I always do this, لما تقول أنا دائما أفعل كذا معناها أنك تقوم به 100% ولا يوجد أي استثناء. لما تقول شخص I always pray Fajr in the mosque, أنا دائما أصلي الفجر في المسجد. بعد شوي تقول والله أحيانا تفوت لي. لا. إذن always استخدامك لا غير صحيح. لما تقول I always معناها 100%. I always come to class on time. أنا دائما أجي للفصل في الوقت المحدد. إذن معناها كم احتمالية أنك تتأخر؟ زيرو. صفر. إذا كنت تقوم بالشيء 100% فاحتمال عدم قيامك به أكيد طبعا 0%. أوكي؟ طيب هذا هو القيمة الأعلى اللي هو لما تقول always. طيب انزل إلى آخر كلمة مكتوب never. Never means 0%. أوكي؟ For example لما تقول مثلا I never smoke. أنا لا أدخن أبدا مطلقا. معناها لو واحد أخذ نص سيجارة أصبح كلامه كذب. So when you say never هو نفي تام
ونسبة قيامك بالعمل هو 0%، هذا معناه. أوكي؟ فلهذا القيمة العظمى هي always 100%، والقيمة الأصغر هي never which is 0%. Now in the middle، في المنتصف اللي هي ما يقارب 50%، عندنا كلمة sometimes. لما تقول sometimes عادة وسط، يعني ممكن يزيد قليلا أو ينقص قليلا فقط. لكن لما تقول I sometimes walk in the morning، أنا أحيانا يعني أمشي في الصباح، يعني ممكن يوم تمشي يوم ما تمشي، يومين تمشي يوم ما تمشي، هذا معنى sometimes أحيانا. طيب الآن من always، ما بين always 100% و sometimes 50 أو 40%، we have two words. عندنا usually عندنا often. usually معناها عادة، يعني قريب من 100%. I usually have breakfast before I go to college، معناها أنا عادة أتناول الإفطار قبل ما أروح للجامعة. ممكن في الأسبوع مرة، في الأسبوعين مرة واحدة ما تفطر قبل ما تروح. Still this means usually. لكن often معناها غالبا، يعني تسويه أحيانا وما تسويه أحيانا، لكن نسبة قيامك به أكثر. يعني مثلا قلنا نفس المثال الإفطار في الصباح، نقول مثلا خلال أسبوعين 10 أيام دراسية ممكن 6 أيام تفطر وأربعة ما تفطر، هذا معناه often. لكن usually لا، نقول 8 أيام تفطر ويومين ما تفطر. إذن usually تعني القيام، نسبة القيام بالشيء هذا أعلى، تقترب من 100%. وأوفن لا، تقترب من النصف، من 50%. طيب تحت 50% والأربعين عندنا occasionally. occasionally means from time to time، من وقت لآخر، لكنها أقل من 50%. طبعا باقي في كلمة بس إني ما وضعتها لكم، اللي هي rarely، نادرا. نادرا اللي هي قريب من 0%، لكنها ليست صفر، نادرا. فإذا هذه هي معاني frequency words ودلالاتها. Now someone will ask، now how are you going to ask us about it؟ كيف تسألنا عنها؟ أبغاكم تشوفون المثال اللي أمامكم. Look at the example. It says here I Farah come to class late. I always come on time. Then you have 4 options. عندك 4 اختيارات. Which one is it? What is the correct answer? Never. Okay, we have one answer saying never. عندنا واحد يعني إجابة واحدة يقول never. 2 answers never. Huh. I need more answers please. I need more answers. Who would like to answer? من يجيب؟ Never. Okay. الرابع اللي هي often. No, it's never. الإجابة هي never. طيب how do you know it's never؟ كيف تعرفون أن الإجابة هي never، يعني ولا مرة؟ How do you know it's never؟ Always on time. نعم، لأنه ذكر قال I am always on time، أنا دائما أجي في الوقت، يعني 100% أجي في الوقت. إذا أنت 100% تأتي في الوقت، كم احتمالية أنك تجي متأخر؟ 0%. Never. أوكي، هذا معنى المفردات والعبارات السابقة اللي شرحتها لكم. أوكي طيب. Now next we have next page 23، صفحة 23. Page 23. Look at
the top of the page في أعلى الصفحة هو نفس الكلام السابق اللي شرحت لكم قبل قليل. Okay, مكتوب عندك usually, occasionally, sometimes, often. Okay, أنا وضعتها لكم مرتبة بطريقة يعني مختلفة. It's the same. نفس الكلام اللي شرحته لكم موجود أمامكم. Okay. طيب. الآن هنا listen to James talk about his day. Choose words from the chart to complete the table. How often does he do each activity? طيب. خلونا الآن في الجزئية هذه فيه محادثة 4.2. المحادثة 4.2. أنا كاتب هنا 4.3 المفترض أن فيها 4.2 قبلها ثم 4.3. خلينا نأخذ أول شيء 4.2 ثم نجيب على التمرين. إذا conversation خلينا نقول conversations page 110 models 4.2 and 4.3. طيب خلونا نبدأ الآن 4.2. نبدأ في المحادثة الثانية ثم ننتقل لحل التمرين اللي في صفحة 23. Okay. So please listen. Please listen. We are doing conversation 4.2. It's very short conversation. يا محادثة قصيرة جدا. Okay. I sometimes work in my office. لك أنا أحيانا أعمل في مكتبي. But لكنني عادة spend part of my day out of the office. ليس 100% لكن usually عادة watching bands في مشاهدة الفرق الموسيقية and looking at different venues. It's important for me to stay in contact. مهم جدا أن أبقى على تواصل in contact with my team مع فريقي. So I always لذلك أنا دائما carry my cell phone. إذا لو قلنا كم نسبة أنه ما يحمل معه الجوال 0%. لأنه يقول I always أنا دائما أحمل معي الجوال. When I'm out عندما أكون في المكتب خارج المكتب I occasionally email the office. إذا كنت برا المكتب يقول يعني من وقت لآخر أنا أرسل إيميل للمكتب to check dates التأكد من التواريخ and times of shows تواريخ وأوقات العروض. show اللي هو العرض المقصود بالعرض اللي تقدمه الحفلات أو الفرق الموسيقية. I often أنا غالبا work long hours. إذن أكثر الأوقات أنا أشتغل أوقات طويلة. but that's okay لكن هذا شيء مقبول. it's fantastic إنه شيء رائع seeing unknown bands أن تشاهد فرق غير معروفة becoming huge stars تصبح نجوما كبيرة. huge stars. I never get bored with my job. أنا لا أشعر بالملل من عملي. I never 0% 0%. okay. طيب هذا هي المحادثة القصيرة. الآن خلونا نحل التمرين on page 23. إذن هنا نقول page 23. أوكي راح أقرأ لكم الحدث وأنتم أعطوني نسبة تكراره من خلال الكلمات اللي أخذناها اللي هي always, usually, occasionally, sometimes, never إلى آخره. طيب نبدأ بالعمل الأول. works in his office. what is the answer?
works in his office? نعم, sometimes. إذن أول كلمة نضع فيها sometimes. إذن sometimes he works in his office, sometimes. That works out of the office. Works out of the office, it's usually. كم نسبة عمله خارج المكتب؟ It's usually, غالبا. عادة. طيب, carries a cell phone. كم يحمل الجوالة؟ Always, نعم. He says always. هو يقول دائما, يعني ما عمره نسى الجوال. Always. طيب, emails the main office. How often does he email the main office? كم مرة يرسل إيميل للمكتب الرئيسي حقه؟ Is it sometimes? It's occasionally. Yes. It's occasionally. نعم, من وقت إلى آخر. من وقت إلى آخر. Occasionally. طيب, next. Works long hours. كم مرة يعمل أوقات طويلة؟ Works long hours. Often. نعم, often. Often. Finally, get bored. كم مرة يشعر بالملل؟ كم مرة؟ Never. Correct. Never. He never gets bored. لا يشعر بالملل إطلاقا. لا يشعر بالملل إطلاقا. Okay. Very good. بقية صفحة 23 محذوف. الباقي في صفحة 23 غير مطلوب منكم. Now, page 24, which is very important. وأنبهكم الكلام هذا وعيده. This page is very important. الصفحة هذه مهمة. وتحتها 100 خط. Okay? طيب, العبارة هذه, we have some definitions. عندنا فيها تعريفات. والتعريفات هذه موجودة أمامكم على السبورة وراح ناخذها في الكتاب. مكتوب market research. ايش معنى market research؟ له أبحاث السوق, استطلاع السوق. أبحاث السوق أو استطلاع السوق, هذا معنى market research. راح نعرف وش معنى لما نقرأ في الكتاب. introduce something. وش معنى introduce something؟ لما تقدم شيء للسوق, يعني تقدم نكهة جديدة لمنتج معين. راح ناخذ معناها بعد شوي. trial test. what is a trial test؟ له فترة تجريبية. دائما احيانا يعني في بعض البرامج, تدخل على الانترنت تشتري بعض البرامج, يعطولك فيها مثلا trial test, فترة تجريبية. مثلا يقول لك خلاص نزل البرنامج هذا لك شهر فترة تجريبية مجانا, وبعدها لا, إذا تبغاه ادفع فلوس. هذا معنى trial test. تحط مثلا شيء تلقى أحيانا في بعض السوبر ماركت الكبيرة مثل العثيم وبنده وكارفور وغيرها, تجي ناس معهم كذا زي الكشك الصغير ويعطونك شيء مجانا, مشروب معين, عصير أو بعض البساكيت, يعطيك إياها تتذوقها فترة تجريبية تأكل مجانا, وبعدها عاد يبدون ينزلونها بقيمة معينة. طيب, target معناها هدف أو يستهدف. What is your target؟ وش الهدف؟ أنت تستهدف أي فئة؟ مثلا تستهدف فئة كبار السن, استهدف فئة مثلا النساء, استهدف الأطفال, هذا معنى target. تأتي كفعل يستهدف وتأتي كاسم الهدف. What is your target؟ يعني وش الهدف من عندك في المنتج هذا؟ هدفي والله مثلا نقول المتقاعدين. This is my target. Advertising campaign, لو حملة دعائية. Advertising campaign, حملة دعائية. حملة دعاية يعني. endorse something, اللي هو يدعم منتج. يدعم منتج, وهذه يعني طريقة في الإعلان تستخدمها كثير من الشركات. يبحثون عن شخصية من الشخصيات معينة
وخلون له مثلا يتناول المشروب ويتكلم عنه، يقول انا هذا هو مشروبي المفضل. اذا هو يتكلم ويدعم المشروب هذا امام الناس. لباس معين او نظارات، مثلا احد المشاهير يلبس نظارات ويصخب قدام الكاميرا ويتكلم، يقول يعني مثلا this is my best glasses ever، هذه افضل نظارات لي. هذا معنى endorse something. طيب خلونا ناخذ الكلام هذا in English on page 24. في صفحة 24، في صفحة 24 أمامكم الآن، match the words on the left with the definitions on the right. يعني نربط ما بين الكلمات اللي على اليسار أوكي بتعريفاتها على اليمين. Let's do number one. أول شيء كلمة A اللي هو على اليسار، A. Do market research. Which one explains it؟ أي شرح من الشروحات اللي على اليمين يشرح الكلام هذا؟ It's number three. لاحظ شوف رقم ثلاثة مكتوب ask people questions about products، لو استطلاع السوق أو أبحاث السوق، اللي هو تروح وتسأل الناس وش راكب في المنتجات هذه. هذا معناها بعض مثلا يحطون استبيان معين، أشخاص معينين كذا بشكل سريع، والله وش النكهة المفضلة لك، والله الزبادي مثلا بالفراولة، الزبادي بالموز إلى آخره. هذا معنى do market research. إذا القيام باستطلاع السوق ماذا يعني؟ يعني number three ask people questions about products، معناها تسأل الناس أسئلة عن المنتجات. اوكي اذا اربطها الان A اربطها بنمبر 3، اكتب جنبها 3، هذا الربط. It's very important، مهم الكلام هذا. طيب next B introduce something. وش معنى انك تقدم منتج؟ introduce it. تذكرون مرت علينا اثناء المحادثات السابقة وش معنى انك تقول let me introduce you، خلينا اقدمك واعرفك على فلان. عرفك على فلان معناه انك ما تعرفه، فانت تقدمه له للمره الاولى. بنفس الطريقه هذه introduce something it's number one، هي رقم واحد، اربطها برقم واحد. it means present something to the public for the first time، اللي هو تقدم شيئا لعامه الناس للمره الاولى. هذا معنى introduce something. مثلا they introduced I don't know chocolate milk، أول مرة يقدمون فيها حليب بالشوكولاتة، معناها هذه هي المرة الأولى اللي عرض المنتج لعامة الناس. هذا introduce something. Okay. وهذا عادة يأتي بعد استطلاع السوق. طيب إذا number then B is number one. طيب C a trial test. A trial تيست اللي هو اختبارات تجريبية. شو من اختبارات تجريبية؟ مثلا بيعطون أكثر من نكهة لمنتج معين حتى يشوفون وش الناس اللي بتفضله. أوكي which is number four، اربطها بنمبر four. trial test when people try different products، عندما يجرب الناس يعني منتجات مختلفة to see which ones they like or dislike. اوكي اذا هذا يختلف عن A استطلاع السوق do market research. هذا يروحون يسالون الناس استبانات وش تفضلون وش تتمنى تحصل وش كذا، مو شرط عن شيء هو جربه، لكن يسالونهم وش يفضلون بشكل عام، وش اللي مثلا شيء غير موجود تتمنى انه موجود. هذا استطلاع السوق. اما trial test لا، يعني يخلون الناس يجربون اشياء معينه حتى يشوفون وش أفضل شيء، وبعدها يتوقفون عن إنتاج ما لا يرغبه الناس وينتجون الأشياء اللي ممكن الناس ترغب في شرائها. So that's C. طيب D target. Target اللي هي يستهدف، which is number five، أربطها بfive اللي هو aim، يصوب على يستهدف or direct at something. إذا معناه يستهدف. إذا D five. D5. طيب E an advertising campaign، حملة دعائية. An advertising campaign. It is 6.
هي رقم 6 A period of promotion using commercials هي فترة من العروض باستخدام commercials الدعايات for new product or service لخدمة لمنتج جديد أو خدمة جديدة advertising campaign أحيانا مثلا الاستيسية أذكر مروا علينا فترة يقدمون advertising campaign for envision خدمات envision جايين بأعداد كبيرة يطقون على البيوت يورونهم كذا واستخدم إذا اشتركت في Envision تأخذ شهرين مجانا هذا advertising campaign تستمر فترة معينة ثم تتوقف هذا معنى advertising campaign finally F endorse something اللي يدعم منتج يدعم شيء ما المقصود بهنا منتج من المنتجات which is number two اللي أربطها برقم اثنين give your support to something إذا تدعم وش معنى تدعم شيء معين يعني تقدم دعمك له فهي تؤيد تقول this is good I like it etc هذا هو التعريفات المهمة اللي ذكرتها لكم طيب next exercise التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده في نفس الصفحة هذه التمرين اللي بعده complete the chart below about the sports drink Gatorade using these words استخدم الكلمات هذه اللي في تعبئة الفراغ طيب قبل ما نجاوب عليها في محادثة في الكتاب خلونا نقرأ المحادثة في الكتاب اولا لانها ترتبط بنفس الكلمات هذا وبنفس المنتج أوكي؟ خلونا نقرأ المحادثة 4.3 وهي بمناسبة هي آخر محادثة في محادثتين بعدها محذوفة فركزوا معي الآن المحادثة 4.3 قبل أن نجيب على السؤال هذا أوكي؟ طيب تبع محادثة طويلة شوي لكنها مهمة لأنها تتعرض على الكلمات هذه أوكي 1A Could you tell me something about Gatorade Mr. Nichols? ممكن تعطينا بعض المعلومات عن المنتج اسمه Gatorade? Sure, بالتأكيد Gatorade is a world famous sports drink. هو مشروب رياضي مشهور عالميا. We started manufacturing it بدأنا تصنيعه in 1965 in the USA. في عام 1965 في أمريكا and it is now one of the world's most popular sports drinks واليوم هو واحد من أكثر المشروبات الرياضية شعبية في العالم How do you market Gatorade? كيف تسوقون له? Well, first we do a lot of market research أول شيء نقوم بعمل كثير من أبحاث واستطلاع السوق We run trial tests نقدم فترات تجريبية ويعني يتناولونها مجانا to find out which flavors are popular with the public عشان نعرف وش النكهات أكثر يعني شعبية عند الناس before we introduce new flavors قبل أن نبدأ ونقدم يعني نكهات جديدة research and development is very important to us البحث والتطوير مهم جدا بالنسبة لنا. And what's the next stage? طيب وش الخطوة اللي بعدها؟ Stage مرحلة يعني وش المرحلة اللي بعدها؟ Next we target our sales نستهدف مبيعاتنا to different sectors لقطاعات مختلفة of the market من السوق. We organize advertising campaigns ننظم حملات دعائية using the media باستخدام الميديا تلفزيون كوميرشلز دعايات التلفزيونية نيوزبيبرز الجرائد the internet الانترنت and so on إلى آخره to reach the people حتى نصل للناس who are going to drink our product going to في كلمة ناقصة هنا لذا سوف يشربون منتجنا هذا what's the next step in marketing طيب وش الخطوة اللي بعدها في التسويق
After that, the most important stage, بعدها أهم مرحلة, is to get product endorsement, اللي هو الحصول على دعم المنتج. Okay, كيف دعم المنتج؟ يعطيك مثال. For example, in the US, we are the official drink, في أمريكا نحن المشروب الرسمي, of the National Football League, لبطولة الكرة القدم المحلية. We use famous sports people, نستخدم يعني رياضيين مشاهير, and celebrities, ومشاهير بشكل عام, in our campaigns. أنا لماذا نادي مثلا كريستيانو رونالدو مثلا يدفعون فيه 100 مليون باوند, ما يقارب نص مليار ريال, ولا ميسي, ولا لأنهم يستفيدون منهم في الدعاية, يستفيدون منهم في الدعاية, لذلك يعود عليهم بالنفع في مثل هذه الأمور. Okay, and then you sell the product, بعدها تبيعون المنتج. That's right. Finally, the customers buy the drink. في النهاية الزبائن يشترون المشروب. And it works. وينجح الكلام هذا. Gatorade sells worldwide. المشروب هذا يباع على مستوى العالم. And is one of the leading sports drinks. وأحد المشروبات الريادية manufactured in the US today. المصنوعة في أمريكا اليوم. Thank you very much for talking to us, Mr. Nichols. You are very welcome. Okay. طيب الكلام هذا أنا قرأناه الآن, خلونا نجاوب على التمرين كآخر فقرة من فقرات اللقاء هذا قبل أن نخرج ونرجع للقاء اللي بعده. طيب page 24 عندنا الكلمات اللي أمامك. Run, introduce, do, buy, target, get, organize. أحيانا بعض الفراغات يعني تحتمل أكثر من إجابة, فما في مانع أنها بعض الكلمات تتكرر. طيب الكلام هذا مأخوذ من المحادثة السابقة. Okay, let's do number one. We فراغ a lot of market research. What's the word? ما هي الإجابة؟ We do, very good. إذا نقوم بعمل كثير من أبحاث السوق. إذا number one, do. Number one, do, very good. Number two, we trial test to find out which flavors are popular. We run, yeah, yes, we run. نعم نجري. We run. Run. Very good. Three. We new flavors. We new flavors. نكهات جديدة. شو سوي في النكهات الجديدة؟ We introduce. Very good. نقدم. نقدم يعني للمرة الأولى. New flavors. Four. We different sectors of the market. شو نسوي لقطاعات مختلفة في السوق؟ We target. نستهدف. Target. Very good. Number four. Target. Five. We advertising campaigns. حملات دعائية. شو نسوي فيها؟ We what? We run. Okay. ممكن we can say run. We can say organize. Both are correct. تقدر تقول we organize وتقدر تقول we run. Both are correct. Both are correct. Six. We product endorsement. دعم المنتج. For example, from famous sports people. We get. نحصل على دعم المنتج. We get. Very good. Seven. The customers فراغ the drink. في النهاية وش يحصل؟ ماذا يقوم به الزبائن؟ They what? They buy. Yeah, not they get the drink. لا. Get the drink يعني يحصلون عليه. كأننا نعطيهما هدية. No. They buy the drink. يعني كل العمل هذا كله في النهاية علشان يشتريه الزبون من أجل أن تكسب الشركة. We buy the drink. Okay? طيب. Very good. Very good. الآن موضوع القواعد القادم راح نرحله للقاء اللي بعده. We still have a few seconds. باقي أقل من دقيقة. Do you have any questions? Do you have any questions? في عندكم أي سؤال أو استفسار؟ In a minute. خلال دقيقة واحدة. If you have questions, please ask.
No questions. طيب عموما راح نطلع الآن ونرجع في اللقاء اللي بعده. We will have two grammar topics. راح يكون عندنا موضوعين من موضوعات القواعد، موضوعين مهمات من موضوعات القواعد. ثم بعدها هناك أيضا بعض الوظائف والتعريفات المهمة. نلتقيكم إن شاء الله بعد دقائق. في أمان الله.